يا هلا فيكم في ترند. رسالة من الطواقم الطبية العاملة في مكافحة فيروس كورونا واللي يقومون بدورهم في علاج المرضى من مواطنين ومقيمين. بنتابع معاكم هذه الرسالة اللي انشرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في الانستغرام. انتابع. حالة مصابة راح تجمعات عائلية وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو كوفيد-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما أنت تشوف الأشخاص من نفس العائلة، تتعب أن أنت تشوف أفراد نفس العائلة يجون بنفس الكسرة في عيونهم. يعني اضطرينا نحن نفصل الأم عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الأم إلى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في إذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتا. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. هاشتاج ملتزمون يا وطن عاد للتداول من جديد في تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك من بعد اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة، وجميع التغريدات كانت إيجابية وتحث على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتخفيف القيود لا يعني انتهاء الوباء. والله يحفظ الجميع إن شاء الله. مع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم واتباع العزل المنزلي للكثير من الحالات المصابة بالفيروس، تحتاج بعض الحالات إلى الأجهزة والأدوات غير المتوفرة في المنازل مثل أسطوانات الأكسجين واللي يصعب على الكثير الحصول عليها. لذلك قرر هشام الشاذلي أن يساعد بطريقته الخاصة. الشاذلي قام بالتنقل على دراجته النارية في أحياء القاهرة والجيزة حاملاً معاه أسطوانات الأكسجين لمساعدة المرضى، مع مراعاته كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة. ويقول الشاذلي أن والدته كانت تعاني من سرطان الرئة وكانت بحاجة مستمرة لأسطوانات الأكسجين، لذلك قرر أن يساعد كل من يحتاج المساعدة بدون أي مقابل مادي من خلال الإعلان على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي. تمكن طفل مغربي ما يتعدى عمره 11 سنة من ابتكار نظارة إلكترونية تنبه حاملها بعدم وجود مسافة الأمان المحددة وهي متر واحد، التزاماً بالإجراء الوقائي المطلوب للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد. النظارة الإلكترونية مزودة بمستشعرات تطلق إنذار تنبيهي بتجاوز مسافة الأمان، ويمكن استعمالها من قبل المكفوفين، كما تظهر على عدساتها أرقام كبيرة تحجب عليك الرؤية في حال تجاوز المسافة المفروضة. بدلاً من إلقاء قشر الخضروات اللي يستخدمها بمطبخه في القمامة، حول الطاهي وفنان الطعام الأردني عمر السرطاوي قشر الباذنجان إلى جلد مزخرف يستخدمه في صناعة كمامات مستدامة، واللي يتوصل للنسيج والمتانة اللي يبيها في منتجه. يقول عمر أنه يستخدم تركيبة من تقنيات الطهو القديمة والحديثة تعتمد في الأساس على التجفيف، واستخدم الطاهي عمر في بداية ابتكاره من هذا الجلد في إبداع أكسسوارات نسائية خاصة بأسبوع الموضة في الأردن، لكن مع ظهور جائحة فيروس كورونا قرر أنه يصنع الكمامات بهذه الطريقة المبتكرة. صور منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي لغزو القرود لإحدى المدن التايلندية واللي تسببت في تحول السكان المدينة إلى مساجين في بيوتهم وأرعبتهم بسبب سلوكهم العنيف. البعض يقول أن مع تفشي فيروس كورونا وتطبيق أوامر الإغلاق قل مصدر الطعام المتوفر